طيب بالنسبة للشجر المثمر، هل بتزرعوه في الشارع ولا بتبقى في أماكن نقدر نسيطر عليها عشان نحفظ الثمر لحد ما الثمرة تكون تؤكل؟ لأنه أنت عارف طبعا في بعض الأطفال من الممكن غياب وعي، مفيش ثقافة إن احنا نستنى على الشجرة لحد ما تطرح والثمرة بتاعتها تطيب. صح، هو طبعا الأشجار المثمرة ليها يعني كذا حاجة، يعني عشان موضوع إن احنا نزرعها ده موضوع معقد شوية، بس الحمد لله احنا بقالنا 8 سنين خبرة في الموضوع. احنا بنزرع بشكل أساسي الأشجار المثمرة في المدن الجديدة. طب ليه بالتحديد المدن الجديدة؟ عشان نسب التلوث فيها قليلة. الأشجار المثمرة ما ينفعش إنها تتزرع في مناطق نسب التلوث فيها عالية، لأن طبعا لو في مكان ملوث أو في غازات وفي أتربة، الحاجات دي بتبقى عالقة على الثمار نفسها، فممكن اللي ياكل الثمرة يتأذي على مدار السنين، أو الشجرة ما تطرحش، او ممكن الشجره ما تطرحش، لان برضو في بعض الممارسات الخاطئه، وزي ما حضرتك قلت ممكن الاطفال ياذوا الاشجار. انما في المدن الجديده احنا بنروح مثلا الاسكان الاجتماعي، بنروح مراكز طبيه، ساحات مساجد، ساحات كنائس، بنزرع هناك. وطبعا في المدارس الحكوميه احنا ما شاء الله يعني احنا اكتر من 150 مدرسه رحناها، والتجربه كانت ناجحه جدا. يمكن كان في البدايه اصلا لما كنا بنروح المدارس قالوا لنا في قوانين تمنع زراعه الاشجار المثمره، ووجدنا ان الموضوع ده مش موجود الحمد لله. يعني بس يعني ايه مع ده افضل مكان ليها المدارس. والله بص، هو مع المعافره والاصرار احنا الحمد لله بقينا الثقافه دي بقت خلاص موجوده. حتى لسه حضرتك كنت بتقولوا حمله 100 مليون شجره، فاحنا الحمد لله كمان متعاونين مع الحمله الرئاسيه 100 مليون شجره، وبنشجع على زراعه الاشجار دي في المدارس وفي الشوارع وفي الاماكن العامه. وبرده من ضمن الاحتياطات لزراعه الاشجار المثمره انها ما تتسقيش بميه صرف. احنا لسه بنقول ايه، اشجار مثمره واشجار خشبيه، عشان كده الكومباوندز كتير منها بتمنع في الجناين انه يتم زراعه الاشجار المثمره. يعني الناس بتبقى مستغربه جدا فكره انا زارع في بيتي، يعني ايه مشكلتك مع الاشجار المثمره ان انا ازرعها في بيتي؟ هل فعلا عشان المايه بتبقى معالجه بالظبط؟ ثنائيه يعني مش ثلاثيه. بالظبط، يعني في بعض الكومباوندز بيبقى بيمنعوا موضوع زراعه الاشجار المثمره، لان فعلا بيسقوا بميه صرف، وطبعا ده بيبقى ليها ضرر لو اي حد هياكل من الثمار دي. انما لو هنزرع بميه عاديه اللي هي الميه الحلوه بتاعه الشرب، لا، احنا الاولويه ان احنا نزرع اشجار مثمره، دي حاجه ليها عائد اقتصادي كويس وعائد بيئي وعائد اجتماعي كويس جدا. زي ما قلت لحضرتك يعني شوارع العبور فعلا كلها دلوقتي اشجار مثمره، واحنا كمان كلها في عندنا معظمها اشجار مثمره. توت؟ لا مش توت بس، ده احنا عندنا فيه توت وزيتون وليمون وبرتقان، وفي مانجا يعني لسه كنت منزل من حوالي شهر في الشارع. في الشارع يعني لو جيتوا زياره ميدانيه للعبور طبعا نيجي. لا، في شجر مانجا كتير جدا موجود ما شاء الله، يعني وعليه مانجا. وعليه مانجا بس في شجر مانجا، لكن هل عليه مانجا؟ بيفضل موجود، لان طبعا للاسف مع التغيرات المناخيه دي، على فكره احنا يعني في مشكله كبيره. احنا في حوالي 30-40% من الثمار على مستوى مصر بيتم فقده، او السنه دي بالذات بسبب الحر، موجه الحر دي. بيحصل حاجه للثمار اسمها لسع للثمار، فالثمره نفسها خلاص بتقع وتموت يعني. اشرت لنقطة مهمة، وجودكم داخل المدارس ده اولا عشان نحافظ على الشجر، وفي نفس الوقت ليه بعد اخر توعية الاطفال بان الشجر دي بتاعتهم. بالظبط، فواجب علينا ان احنا نحافظ عليها، ان احنا نحمي هذه الشجرة لحد بالفعل ما تثمر. واعتقد انه الثمار دي بتاعتهم يعني، صح؟ بتاعت الولاد في المدرسة. بالظبط، هم والمدرسين والعمال يعني دي بتبقى ليهم. بالظبط، واحنا كمان عاملين حمله اسمها مدارس مثمره. احنا بمناسبه مرور 8 سنين على انشاء مبادره شجره، احنا عاملين حملتين هدفهم زراعه 180 الف شجره. حمله اسمها كل من الشارع، دي مستهدفه خمس محافظات او ست محافظات في مصر. هنزرع اشجار مثمره في المحافظات دي، سواء في شوارع او في اماكن عامه. والحمله الثانيه اسمها حمله مدارس مثمره، دي احنا مستهدفين بشكل اساسي المدارس الحكوميه في برضه في حوالي ست محافظات. هنزرع في المدارس الحكوميه اشجار مثمره، نباتات طبيه وعطريه، يبقى في برضو جزء من فناء المدرسه المخصص للخضروات. ومش بس كده، لا، احنا بنعلمهم كمان يعني انشطه تانية زي الاقتصاد المنزلي، بقى زي زمان لما كنا بناخد حصه الاقتصاد المنزلي. التجفيف، ممكن نعمل تجفيف للثمار، ممكن التخليل، نعمل جزء من الخليلات او مربات او العصاير. ده له علاقه بالتطوير كمان اللي حصل في المناهج، يعني في مواد تم اضافتها، ماده المهارات المهنيه والمهارات الادائيه دي بتبقى تجمع كده ما بين النجاره والزراعه والاقتصاد المنزلي، فالولاد هيشوفوا ده عملي وينفذوه بالفعل. عملي، لان دي نقطه مهمه قوي. احنا دايما بنشوف الحاجات نظري في الكتب وفي الاخر بنرميها. لا، الطالب بالذات من صغره لما بيحتك
بالانشطه دي وبيطبق عملي الموضوع بيفرق جدا. وانا طبعا لاحظت ده من 8 سنين، الاطفال ما شاء الله من اكتر الفئات اللي بتشارك معانا وبيبقوا مبسوطين جدا ان هم بيعملوا حاجه بايديهم يعني. عظيم جدا.